السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير وبأحسن أحوالكم. انتم تشوفوا في هذا الفيديو اليوم جيتكم فيديو جديد، وصفات سريعة صيفية خفيفة وبنينة وبمكونات بسيطة. ولأول مرة يزور القناة نتمنى يتفضل يشترك ويفعل زر الجرس، وما تنساوش ديروا جيم للفيديو وخليوا لي تعليقاتكم. نبدأ بأول وصفة. خديت كمية من اللحم يكون قطعت ورقيق، سخنت الزيت مع شوية زبدة، لازم يكون الزيت مسخن من قبل، وراح نقليه. تكون النار شوية زايدة في الأول، ياخد شوية هكا تحميرة في الجهتين، وجامي ولا تزيدوا الملح في الأول على خطر راح يخلي اللحم يطلق هذاك الماء نتاعو ويجيكم ناشف. وإذا كانت اللحم تاعكم قاسية شوية ومتطيبش بالخف، تقدروا ديروا لها الخل ولا القارص. هكي ما راكم تشوفوا نقلبها، نقلب اللحم نتاعي. زدت لها تاني مغرفه صغيره متعغد، المتعغد راح يخليها تجي طريه، اللحم ما تجيش ناشفه. بعد ضفت البصل قطعته كيما هكذا، بس كيما نديرو شكشوكه وشي زيت فيها اللحم راح تجي الخضره بنينه. كيما راكم تشوفوا نقلب هذاك البصل حتى يتقلى شويه، وراح من بعد ضفت الفلفل، فلفل طرشي حتى هو يتقلى شوية. بعد راح نغطيهم كامل ونخليهم يطيبوا على نار قليلة. وضفت في البداية تاني الثوم، وراح تطيب الخضر هذيك راح تطيب في الماء نتاعها. أنا هذه طريقتي في الشكشوكة، أبر اللحم برك، هذه إضافة. ضفت الطماطش مقطعة كيما هكذا مكعبات، تقدروا ما متربيوها. خلطوا كل شيء مع بعضها وراح نغطيوها كما قلت لكم طيب على في الماء نتاعها. ما مشك شوكة العادية نطيبها بهذه الطريقة، نقلي الخضرة ونقص لها طيب في الماء نتاعها. سيختو كي تكون خضرة جديدة، كي تكون شوية قديمة ممكن ما يكونش فيها الماء بزاف، مي كي تكون جديدة دو بريفيرونس طيب في الماء نتاعها. هاي ليكم الوصفة الاولى وجدت، ها هي حضرت. انا منحبش الخضرة طيب توتالمون. وهاي ليكم قدمتها كيما راكم تشوفوا مع دي ميني مطلوع. كيما راكم تشوفوا انا نحب ناكل دي فوا دي ساندويتش، ولا تقدروا تاكلوها مع الخبز كيما هكذا. دي وصفه خفيفه ظريفه تاع الواحد اللي يعود مزروب، وصدقوني البنه رائعه جدا سورتو كيما هكذا ساندويتش. الاولاد يحبوا لي ساندويتش. درت لها رشه معدنوس. فوتو للوصفه الثانيه. عندي قليت بصلة، قصيتها مربعات صغار، زدت لها تاني فليفلة مقصوصة رقيقة. أنا دايما كي نكون مزروبة نحب الخضرة تاعي نقصها رقيقة باش تطيب لي بالخف. كيما هكذا قليتهم مع شوية زيت وزبدة، زدت لهم شوية زرودية ربي، وضفت لها جريبة ربي تاني. ديما ربيوها الخضرة تكونوا مزروبين. راح نخليهم يطيبوا في مهم، نغطيهم حد دي مينوت هكذاك. هاي لكم بعد ما تبالوا هذوك الخضرة. ضفت لهم شوية طوماطيش تاني مقطعة رقيقة ونخلطو، نخليو شوية طيب هذيك الطوماطيش. بعد خديت ربع بيضات، زدت لهم مغرف كبيرة فارين، وزدت لهم نص كاس حليب، نخلطو مليح. راح نديرو جوغ اومليت هكذاك. ودرت هذيك الخضره هذوك اللي طيبتهم حطيتهم مع هذاك البيض، وراح نخلط ميكسي كل شيء مع بعضه كيما هكذا. ومن بعد راح نطيبو هذاك نطيبها جوغ رولي هكذا. مي تقدروا ديروها خبزه كامله. خديت في ان كريبيير مقله ولا اي مقله اللي تكون ما تلصقش، حطيت كيما هكذا كيما كي نطيبوا لي كريب، ميم لو تيكستور تاعها شويه قريبه لي كريب بس فيها لا فارين والحليب. ومن بعد انا عندي شويه فرماج غابي، راح بعد ما تبدا تطيب راح ندير من الداخل هذاك الفرماج غابي، وراح ندير هذاك لو غولو غير تبدا تطيب من التحت او من الفوق. راح نرولي كيما هكذا، نحط الفرماج وراح نرولي، نطوي هكذا بشويه ونزيد من الجهه الثانيه البيض. نتوما تقدروا اذا كنتم مزروبين فريمون تقدروا ديروها جوست برصه هكذا كبيره، تخلطوا معها الفرماج لداخل
كيما راكو تشوفوا بهذه الطريقه، في كل مره راح نجبد ونزيد لهذاك الخليط تاعي البيض مع الخضره حتى نتحصلوا على بودا. نضيفوا الفرماج غابي من الداخل، تقدروا تستعملوا اي نوع فرماج وتجي كميه لاباس بها. يعني هذا من الوصفات نديرها انا كي نكون مزروبه ما عنديش الوقت ديتو. المهم الواحد غلبنا شويه من العيد والاكلات الدسمه تاع العيد. مع حنايا في الشرق ناكلو لي بات بزاف، نحبو لي بات بزاف. هذه وصفات سريعه وخفيفه ظريفه، ما واحد عشيه هكذا يجوع ولا في الليل ولا. تقدروا ما نديروا لها بطاطا تكون مقليه مثلا مكعبات، انا مثلا نديرها كقرصه مع البطاطا المقليه، ولا نحط فيها شويه خضره. الواحد ينوع شويه، بس الخضره ما ناكلوش حنايا الخضره بزاف. مام لولادكم كي يكونوا ما ياكلوش خضره تقدروا ديرها لهم بهذه الطريقه، راح تعجبهم سيغتو كي تكون فيها فخوماج. ونزيد الكميه الاخرى اللي بقات لي، تقدروا ما تحطوا فيها البيضنجان ولا الخضره اللي يكونوا مثلا ولادكم ما ياكلوهاش، تقدروا تحطوها في حدو في غوسات كيما هكذا. هاو البودا بعد ما كمل، هاو الرولي تاع البيض تاع الاومليت اللي درت بعد ما قصيته. هاو ليكم يشهي من داخل هذاك الفرماج داب. غوسات سامبل بنينه وصحيه بمكونات بسيطه وسهله. ونفوتوا للوصفه الثالثه. خديت زوج بيضات زدت لهم كاس حليب. انا هنا راح ندير ديك خاب سالي، خلطت بيان، درت معاهم شويه لي زيبيس، درت كركم ودرت 4 فنجان زيت، خلطت مليح. من بعد راح نزيد لافارين. كاينين دي غوسات بزاف تاع لي كريب ولا بلي باغ راهم ناجحين. خلطوا حتى نحصلوا على القوام تاع لي كريب. تقدروا ديروا فيها في بلاصه الزيت، تقدروا ديروا زبده وتنكوها، ديروا فيها معدنوس. المهم الكريب عليه لازم تكون فيه من الملح. خلطوا مليح، وهذا هو القوام تاعها. راح نطيبوا لي كريب. انا حضرت الحشوه من قبل، عامل لي كريب نطيبوها من الجهه. حضرت حشوه فيها دجاج مع قليته مع شويه بصل مع ثوم معدنوس زيتون وشويه فرماج كيما راكم. حط شويه من الحشو وراح نطبق هذاك الكريب بعد ما يكون شويه طاب من برا. مع هاد الحشوه جات صدقوني بنة. تقدروا ديروا فيها فيوند اشي ولا طون، المهم اي حاجه اللي تكون متوفره في البيت. المهم هادي غسات سامبل وبنفس الصيف نحبو ناكلو حوايج كيما هكذا دي ساندويتش، نحبوش مثلا مراقي ولا حاجه اللي تكون سخونه. تقدروا ما تخلطوا لها الخضره كيما هكذا، نطويها نديرها شكل كاري. تقدروا تطويها على النص كيما هكذا ونضغط باش تطيب لي مليح، بس ما يحبوش. درت هذه لغوسات في دارهم ما يحبوش تكون العجينه خضره بزاف، ناقصه طياب كيما لي كريب، يحبوا حاجه شويه شاده راحه. تقدروا تحطوا مليها مقله، وهذيك الحبه كي توجد وتحبوا تحمرها تحطوها في المقله الثانيه، وتوجدوا حبه ثانيه من لي كريب هكذا باش تجي العمليه سهله وتكملوها ليه ليه. كاين اللي كيما هكذا يطيب لي كريب ومن بعد يدير لهم صوص بيشاميل مع لي فرماج ويحطهم في المول يدخل الفوق. تجي شويه ثقيله، انا ما نحبش بزاف الحاجه اللي تجي فيها البيشاميل بزاف مع لاباتي دو، هكذا تجي خفيفه. نزيد نطيب حبه ثانيه. وصفات سهلين غير في المقلة، ومن تاني من وسخوش معن بزاف وما نستعملوش الفور مع السخانه هاديتو. وافون تو بنان، نكمل كامل الكميه تاع لي كريب تاعي. هاي ليكم لي كريب صالي بعد ما وجدوا، فيهم شويه قرمشه ماهمش هذوك لي طريين بزاف. هاي ليكم الداخل كيفاه، الفخوماج هذا كذاب بنه لا تقاوم صراحه. في الاخير نتمنى يعجبكم هذه الوصفات وتجربوهم وتنجحوا فيهم انهم سهلين بزاف.
ولي اول مره يزور القناه اتمنى يتفضل يشترك ويفعل زر الجرس وخليولي لي كومونتير وجيم لا فيديو. الى اللقاء.